ما فهمناش ورا ما صوتوا عليه الاقليه الاغلبيه باش يدوي على هذا الشيء وجابوه حطوه تما. تصريح ديال وزير الصحه الذي اصبح يتحدث بمنطق الاقليه والاغلبيه، منطق بعيد كل البعد عن الديمقراطيه. لا يمكن ان نتحدث على اننا غاديين في مسار ديمقراطي في حين كيجي وزير يتحدث على ان الاغلبيه يجب ان تسيطر وان تخضع الاقليه، في حين ان المبدا الديمقراطي هو ان يجب على الاغلبيه ان تعمل ما في وسعها لتوفير الحقوق والحريات الاساسيه للاقليه. واقليه داكشي نسبي، اليوم اللي اقليه يمكن لا غدا تكون اغلبيه، فهمتي؟ ما عندها حتى شي معنى، حتى الاقليه خصك تقنعها في البلدان الديمقراطيه. الطرب اللي كيهضر راه ما عمرو تشرح، ما عمرو ترشح، وهو فقط وزير تيكون اخرى تحط علينا بزز علينا، علاش يعود يهضر على الاغلبيه وعلى على الاقليه وهو كيمارس علينا الديكتاتوريه في القرارات ديالو في الكلام ديالو؟ وجوده في حد ذاته يعتبر ديكتاتوري وكيعتبر ممارسه غير شرعيه وممارسه غير ديمقراطيه. حنا كنرفضوا رفضا مطلقا الشعب المغربي الحر، كنرفضوا هذا الجواب، كنرفضوا هذا اللقاح بما تحمله الكلمه من معنى. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.